أعزائي المشاهدين، أهلاً وسهلاً بكم بحلقة جديدة من برنامجنا لهذا الأسبوع. اليوم نلتقي مع الدكتور هشام حكيم، أخصائي علاج أمراض العمود الفقري بدون جراحة. أهلاً وسهلاً فيك ببرنامجنا دكتور. أهلاً وسهلاً، تحياتي إليك. دكتور هشام سوري الجنسية، دارس بالولايات المتحدة الأمريكية وحالياً موجود بالإمارات العربية المتحدة. نشرف فيك ضيف برنامجنا لهالأسبوع. أهلاً وسهلاً، تشرفنا، شكراً على زيارتكم واستضافتكم لأننا في البرنامج، شرف لنا. Is our partner from European Wellness Company. They work in regenerative medicine, and they what they do, they really are trying to get the spine joint pathology really fixed without operation. Number two, we have a lot of methodology that help to get the person improved, you know, holistically. He is visiting us now and for the last 3 days, and we're doing workshop with our team. We always invite our expertise, and Dr. Yuri, like, you know, number one, we consider him partner with us, you know, along with his also Dr. Mike Tan, and he is also expert nationally known. They have publication, you know, many books of all around the let's see the book in here. A lot of books. So that's really very important that we always updated in the science of the regenerative medicine, and that's really important for our center to keep cutting edge technology toward this. So we have excellent visit with Dr. Yuri. We learned a lot from him, and definitely, you know, we like to kind of keep up that on regular basis. I really appreciate that. Thank you so much. Thank you. I am very happy to be here and to share our knowledge, our new technologies, and I hope our collaboration will be very, very fruitful. Well, absolutely. That's what we're looking for. Absolutely. Thank you so much. Thank you. Thank you. نشرح للمريض شو عم يصير عنده. فطبعا الاناتومي تبع المشكله عندنا هون، فدائما بنفرجي للمريض انه عنده مشكله في ديسك معين. هذا الديسك عم ينزل هون، عم ينزل على طرف الايد، فعم يعمل المشكله اللي عم يعاني من المريض. قد يكون عنده ديسكين، فهذا سبب المشكله اللي عند المريض، فبيعرف شو عم يصير عنده. الشغله الثانيه بنفرجيه انه كيف الالم بينتشر. الألم ممكن ينتشر بشكل كامل حتى يصير عنده صداع. هاي نقطة مهمة جدا. الشغلة الثانية، يعرف المريض انه ليش عنده مثلا تحدث في الحركة، الألم بينزل ظهره، بفرجيه انه العضلات اللي هي عم تشتغل على منطقة الرقبية، فبالتالي المريض بيعرف انه انا عندي هالمشكلة هون، سببها الديسك اللي نازل وليش عم ينزل على ايدي وليش عندي ضعف. فهذه كثير مهمة، يعرف المريض منشأ المشكلة و الخطة العلاجية تبعها. فنحن تعليم المريض شو المشكلة اللي عنده كثير بيساعدنا في الخطة العلاجية. العلاج بالخطة المتكاملة 360 درجة هي أهم شيء في الموضوع، التكاملية في العلاج. فنحن المريض متى ما استوعب الخطة العلاجية المتكاملة، قد ما صار عند المريض خطة له نفسه إنه شو لازم يعمل، يعني في من طرفه مع الطاقم الطبي اللي عندنا. شرح لكل اعضاء الجسم المشكله بهذا المكان. فهي على فكره تقنيه من امريكا جايبينها، الاباما. فهي فمثلا اخذنا مثلا عنده واحد مشكله في الرقبه، فنحن بنشرح للمريض كمان انه مشكلتك بالرقبه هي العضلات عندك هون متقلصه، العضلات العميقه كمان متشنجه، عندك العمود الفقري هون، عندك نخاع الشوكي اللي حكيت عليه. فكل هذه الاشياء مهمه. فانا بقول للمريض انه المشكله انت عندك في هذا الديسك طالع وعامل ضاغط على العصب وعامل التهاب. الالتهاب هذا هو اللي نازل على الايد، عم يخلي الالم ينزل، وعم تحس ايدك فيها ضعف، تنميل، تقلص عضلي، ممكن يطلع ويعمل صداع. فهذا الصداع كمان كثير بنشوفه شائع، المريض بيجي فهذا المشكله بتصير عند المريض. فبنشرح للمريض انه السبب المشكله اللي عنده، بالاضافه الى انه هون عندك انه هذا بلش يدق بالعمود بالنخاع الشوكي، وهي شغله مهمه. من الحال بنكون نحن كريتيكال، لازم نعمل شغلات اجريسيف بهالطريقه هي.
فبيفهم المريض انه اوكي انا مشكلتي فهمتها حاليا وهذه الخطه العلاجيه بناء على المعطيات. فمتى ما اخذت الصوره من العمق لا ناخذ لها من الصوره لا طب لحالته الصحيه بيفهم المريض تماما شو لازم يعمل. الضغط على الديسك يتراجع بحيث انه يحسن تغذيه الديسك، وهي عباره عن جلسات علاج متكامله من الحال اللي عندنا المريض عم طبي على مشاكل تبع الرقبه. فالمريض ممكن يحس شويه شد عضلي، ممكن يحس شويه تقلص، بس بعد فتره بحس الوضع بيتحسن عنده بدرجات يعني متسارعه، بالاضافه لجلسات العلاج والحقن الادويه التمرينات حتى نعمل تكامل في العلاج. هي بنسميها 3DD بنطبقها على الرقبه. بياني هو اللي البرنامج اللي اعطاه للمريض. الخط الاحمر هو استجابه المريض لهالجلسه هي. فبالتالي هي نقطه مهمه انه هذا المريض شوفي ما عم يستجيب ممتاز، لانه كل ما نصير تراكشن متقدم عم يصير عنده مثل ريزيستنت. فنحن بنعمل له تعديل بالجلسات اللي بعدها، فالمعالجه الفيزيائيه بتعمل له تعديل حسب الوضع الاستجابي. فيري دايناميك بروجرام، يعني اتس نوت لايك فيزيكال ثيرابي عادي، انا فيري دايناميك وانفولد. فالمريض بيعرف انه عم يتحسن، بس الطاقم الطبي بيعرف كيف عم يتحسن وكيف استجابته. بنفحص بي ام اي هاد كيف، وبنفس الوقت بنحاول نعمل برنامج تخفيف الوزن للمريض. يعني بينزل وزنهم وهن قاعدين على السرير، كمان بنعالج بالوخز بالابر بالكابينج بالميوزك كمان كجزء من العلاج للمرضى عنا. هذا الاكس راي بيمشي على سكه 180 درجة، فبنصور المريض وهو واقف، بنعمل تصوير متكامل له بطريقة بسيطة. هون عندنا الويلنس، هون بنعمل كونسلتيشن للناس اللي حابب يعمل ويلنس، ونحن كثير بنهتم بقضية التغذية.